السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا كيف ما كتشوفوا جولة جديدة في أكسيو. هنا على الدخلة ديال الباب حاطين هاد المقيلات اللي وحدة كبيرة وحدة صغر منها، ناقصين فيهم غير في الثمن. هما راه كانوا قبل داير لهم 16 أورو 95. كذلك هاد الكاسرونات هادو اللي صغار خلاوهم ب4 أورو 95. وهاد الموس الكبير هذا ديال الكوزينة بأورو 77. هادو بعض الحويجات اللي كنت انا مرديتش ليهم البارح حتى شفتهم هاد المره، عجبوني هادو اللي كنحطو تحت الكيسان بحال هكا يكون سخان، ولا نقدمو فيهم بحال هكا في الطابله اي حاجه. كذلك عجبتني هادي ديال الكيك طويله او ديال الخبز، يعني الباريزيان هي امام طو كتخزني فيها ومعها الموز ديالها، والغطا هو اللي من العود، يعني كتقدمي فيه الخبز ولا كيف قلت كيكه طويله اللي من العود. وكاينين كذلك هاد لي زيطاجير هادو ديال البامبو، واللي طار انتباه ديالي الجديد هما هاد البلاطوات هادو الطوال اللون الذهبي فيهم مرايه، ب3 أورو و99. والجديد اللي جابوه هما هاد البلاطوات الدايرين بثلاثة الأحجام وبجوج الوان. هذا اللي شديت في يدي راه ذهبي، غير هو داك اللون مذهب بارد أرجنتي. كل طاي راه دايرين العبار ودايرين الثمن 2 أورو 99، 3 أورو 99. وكذلك الحجم الكبير اللي هو ب4 أورو 99. وجابوا كذلك هاد البلاطوات الصغيورين اللي فيهم ديزاين ديال المغرب، ديزاين مغربي حر. هادو ممكن نقدموا فيهم اي حاجه بغينا. كاينين هادو اللي الشكل ديالهم طويل ومربع، كاينين هادو اللي دايرين صغيورين بأورو 92 على ما اظن. هذا هو الثمن حيت هنا كاتبين ثلاثه الاثمنه، ما رديت البال ديالاش. هذه كانوا حلوا وحده وحطوها، عجبتني الديكور ديالها زوين. كذلك جابوا هادو اللي شكيل ديالهم زوين صراحه، فيهم جوج الوان دايرين 5 أورو 95، فيهم الدوغي والارجونتي بالغطا ديالهم ديال الزاج، الداخل فيهم مرايه، ممكن نحطو فيهم اي حاجه بغينا، يعني نوظفهم فاش ما بغينا، حلوه الفاكهه لي زاكسيسوار شكلاط اي حاجه بغينا. وكاينين هادو اللي ب6 أورو و49، فيهم كذلك هما جوج الوان، هذه هي النقشه اللي فيهم والفوق فيهم مرايه. صراحه تجي فيهم طورطه وكيكه غتجي فيهم زوينه. بالنسبه لهاد ستايلات راه كانوا حاطينهم السيمانه اللي فاتت. كذلك جابوا هادو على شكل بلاطو اللي مصايب ما عرفتش اش هاد الماتيغ هادي بحال العود تقريبا. وكاينين هادو ديال لي زاكسيسوار بثلاثه الاحجام بثلاثه الشكيلات مختلفين، كاينين هاد وبثلاثه اللوينات غري وهاد الغوز هذا والنوار. كيف ما كتلاحظوا راه عندهم رجيلات مذهبين. وكاينين هادو اللي كيتحلوا الفوق، انا نوريكم الديكور ديالهم كيفاش دايرين، حتى هما ديال لي زاكسيسوار بحال شكل شكل على شكل بواط، هي بثلاثه اللوينات صراحه زوينين 5 أورو 95. وكاينين هادو اللي صغار غير دايرين بواطات 99 سنتيم، وهادوك الاولين اللي وريتكم دايرين 3 أورو 99. والورد دائما ضروري ندوز من حدا ونشوف، صراحه عندهم الورد كيبان بحال طبيعي زوين.
بلاصة الشموع، ترى الانتباه ديالي هادو شكيلات زوينين اللي بثلاثة أورو 39، أشكال وأحجام مختلفة وبروايح مختلفة، الصراحة فنين، الأثمنة جد مناسبة. وكذلك كاين هذا اللي بالميتال والداخل ديالو مرايا، داير 24.95 أورو، الشكل ديالو زوين. كاينين هاد لي بوف فنين، هاد البوفيات هادو بجوج تلوان، والتحت ديالهم القاعدة ديالهم مذهبة، عرفتي حمقوني زوينين. ربعتاشر أورو أو 95، عشاق اللون الأسود. هادو شميعات هما زوينين الشكل ديالهم. كاين هاد الكوادرو هذا ديال لي فوتو كبير الصراحه، جايبينو 9.95 أورو. وكاينه حتى هاد الطابله هادي ديال البلاستيك اللي ب6.95 أورو، عجباتني كيف ما كتشوفوا، راه هي مطويه يعني ما كتشدش لي سباس، ممكن نحطوها في فين ما بغينا، البالكون، جريده، كنا غادي للبحر، غادي للواد، صراحه عمليه. وناقصين كذلك في دوف في ديودورون، في بعض الروايح ولي ماسك، هاد البلاصه ديال الماكياج ديال لي برودوي، ناقصين بزاف الحويجات زوينين. وكان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونكون قربت لكم اكسيون في كل سيمانه الى فيديو قادم ان شاء الله.